عسلامة. عسلامة، مرحبا بك. عايش عايشكم بك أكثر. خلينا نحكيه على الظاهرة الجديدة، التاكسي موتور في الكياس. شنو تقييم التوينسة للتاكسي موتور؟ يعني ذاك يبين علامة من علامات يعني فشل الدولة في احتواء النقل العام. احنا أستاذ متاع تاريخ قررنا أنك تدخل دولة مش تعرفها دولة متقدمة ولا مش متقدمة، تشوف وسائل النقل. من وسائل النقل تشوف اسكو قيو، يعني درجة تقدم الدولة. احنا هذاك نتيجة طبيعية، كما اي مرض عايش بنتي، كما يدواش على قادة، تكثر الاعراض وتكثر المضاعفات. هذيك يعني وجه من اوجه فشل الدولة في تنظيم النقل العمومي. النقل العمومي في تونس حالة مزرية، والمسألة ماشي تتعكر اكثر واكثر. وبالطبيعة الطبيعة تأبى الفراغ، وهذه قاعدة عامة من أول الدنيا. اللي ما سددتوش وسائل النقل العمومية اللي تحت وزارة النقل، مش تحاول تلبيه الموتور هذا اللي حكيت عليه. لاحظنا فما إقبال يعني على تاكسي موتور. عندهم حق العباد باش يقبلوا. المترو برسك ما عادش ثم مترو، والكيران قاعد تستنى، والتاكسي الجماعي ما شاء الله يزم تمشي له 5 كيلومتر بالمسبق باش تمشي 10 كيلومتر اخرين. يولي حل من الحلول هذايا، والعباد مزروبه والتاكسيات ديما مليانين. دونك الله غالب حل من الحلول، العباد ملزومه باش تستعملوا الاكثر والاقل. ومع انه سورتو العاصمه يعني معقده الامور والمسافات بعيده، وثم شكون ياخذ دوبل ترونسبور وما عندوش وسيله نقل، يتلزم باش يستعمل الموتور هذا باش يلبي طلبه. لكن معناها الموتور اليوم ماهوش في اطار قانوني يخدم. احنا نقول لك حاجه، مشكل تونس ساعات عندنا تشريع، ساعات القانون يشرع غير القانون. يعني كل ما هو غير قانوني في تونس ظاهرة اجتماعية عندها سنين غير قانوني، والدولة تطفي الضوء خاطر هي غير قادرة باش تلبي لي طلباتي، تولي تطفي الضوء على غير قانوني. بي انت مسيو اليوم نقولوا ما لقيتش ترونسبور، ما لقيتش تاكسي، ما لقيت حتى وسيلة نقل، هل معناها تخو تاكسي موتور ولا؟ مانيش نبطل انا بنتي، راني انا لست بطل. انا وقت اللي نتلز الحاجة نتلز، مانيش نبطل. وما نطلبش من العباد باش يكونوا ابطال. ثم مشكله ينجم يكون هذاك حل من الحلول، انا ماذا بيا نجتنبه. اما الله غالب اذا تلزيت وشوف فيهم العباد اللي ياخذوا فيهم، يعني ذكورا واناث وكبار وصغار يتلز. دونك منلو مش العباد، قلت لك مانيش نبطل وما ثمش ابطال في الدنيا. يعني في وقت من الاوقات اذا تلزيت على الاخر تاخذ تاكسي موتور. كانت لزيت على الاخر ناخذ تاكسي موتور للضروره. شنو رايك في طفله تاخذ تاكسي موتور؟ اغزر عايش بنتي، انا ما نحبش توصل غادي. انا ما نحبش توصل غادي. مي الله غلب. الضرورات تبيح المحظورات. لكن علاش احنا توا ملي بدينا قاعدين نقولوا تاكسي موتور، اللي هو شخص انسان عادي يعني ما عندوش رخصه نتاع تاكسي، خذا موتور مشى يخدم به، يعني اسكو هذه حاجه طبيعيه معناها؟ هو اغزر تبدأ كل شيء مريقل وكل شيء قانوني في كيما الدول المتقدمة. فمش حد شيء قانوني في خصوص التاكسي موتور. لا ما فما حد شيء قانوني، أما كي تبدأ معناتها نحكي كيبدأ المريقل كما قلت لك عايش بنتي من الأول، كيبدأ وسائل النقل منظمة ومريقلة من أساسه مش باش يوصل في الدول المتقدمة اللي وسائل النقل نتاعهم مريقلة، حتى من الدول العربية ما غير ما نسميهم منظمين، ما تلقاهاش الظاهرة هذه. دونك هو بطبيعته غير قانوني، ما دام ثم انخرام في الشراء مش يتسد بشراء اخرى مع الاسف. يعني ايش نقول لك، هو يخدم على رويحته، وانا ما نجمش نقول له ما تخدمش. كيما كلي كانوا عاملين كان النصبات اللي تو نحاهم الانتصاب الفوضوي، وحتى ذوهم كانوا يخدموا على رويحهم، الدوله لقات فيهم حل نحاتهم. ما هذه مربوطه بحياه الشخص، راهو اللي باش ياخذ تاكسي موتور يعني ما تعرفش عليه، اولا الساعه ما تعرفش عليه يعرف يسوق ولا ما يعرفش، ثانيا ما عندوش رخصه بتاع تاكسي، وما فماش حتى برمي بتاع موتور، يعني فهمت، ما تخضع حتى حاله قانونيه. ايه وبنتي وكل يحرقوا في البحر عندهم حاله قانونيه. ليه احنا زاد ضد مسيو هذا الكل يعني. يعني مو كيما تسمى مخالفات هنا، تسمى مخالفات هنا. لا غالب ما دام ما فماش. حبينا احنا نشوفوا نظره التونسي للتاكسي موتور كيفاش، هل هو سعيد معناها بالتاكسي موتور ولا لا؟ لا مانيش سعيد. الظاهره ذي ظاهره سلبيه وما نفرحش بها، مانيش فرحان بها انا، حتى كي نقول فيها ما نبررش. من اساسها ما يلزمش توجد من اساسها، اختر للناس الكل.
ما معنى طفل ولا طفلة يركب في موتور ويزلق ويعمل وكل شيء، يعني ظاهرة سلبية وتعتبر نقطة سوداء في تونس اللي يلزمها تتنحى، يلزمها تتنحى، وفي نفس الوقت يلزمك تحسن وسائل النقل. ما سلبية 100% وأنا رافضها، وما بيناتنا أنا عمري ما استعملتها راه، عمري ما استعملتها ومانيش باش نعملها. انت شفتها سلبيه مسيو خاطر كانه فما ميساج هكا راهو فما تقصير زاده من النقل، يعني اذا هما موجودين ويخدموا بكل حريه يعني فما تقصير من النقل. اكيد هذاك هو التشخيص الحقيقي، هو بسم الله عليك الطبيب كي مش يداوي يعمل التشخيص. التشخيص نتاعي هو انه تقصير الدوله في النقل العمومي، هذا هو التشخيص نتاعي. دونك المشكل الاساسي تقصير الدولة في النقل العمومي، والظاهرة ما تتحل كما يتحسن النقل العمومي لا أكثر ولا أقل. بدينا بها وختمنا بها. إي ما عدتنا نحكي لك على الظاهرة هذه. تنصح التوانسة أنهم يطلعوا في تاكسي موتور إذا ما لقاوش حتى ترانسبور وإلا يفركسوا أي حل آخر يحميهم أكثر؟ أنا ما ننصحهمش باش يستعملوه، أنا ما ننصح حتى حد باش يستعملوه، خاطر أولا خطر على حياتك وعلى حياة غيرك، وحاجة أخرى هكاك انت ما تحلش المشكله. ننصح الناس ما يطلع حتى حد في الموتور هذا، ونضغطوا على الدوله باش تحل مشاكل، خاطر كي نطلعوا في الموتور نبرروا الغير قانوني ونعطيه فرصه للدوله. اي سيدي هاكم لقيتوا حل ما بيناتكم. خايف مسيو الحمايه، يعني نتخيل روحي كي نطلع في تاكسي موتور يعني فماش حتى حمايه. انا نحسبك بنتي وما نتمنى لكش جمله. انا اصلا ما مستحيل انا نهار كان راك مش تطلع نجدك ونقول لك بنتي استنى الكار وما تطلعش. انا نقول لهم العباد استنى، انا قلت الكلام هذا راني مش معناتها انا مش مقتنع بوجوده. انا بالنسبه لنا العباد يقعدوا نستناو الكار، وخلي تصير شويه فوضى، وخلي يجيبوا لنا كار وما نطلعوش. انا ضد وجوده وضد استعماله، ضد وجوده 100% وضد استعماله. انا ما نستعملوش وما ننصح حتى حد باش يستعمله. ما علينا كان احنا نقفوا ونضغطوا على دولتنا، نقفوا في المحطه وخلي نكثروا، ما علينا كان دولتنا تحل مشاكل، اما ما نحلوش المشاكل بطريقه غير قانونيه وما نشجعوش الغير قانوني. احنا عندنا يد رانا، ما لازمش نشجع وما نطلعوش وما نشجعوش ضد الحوادث اللي هي مجانيه. يعطيك الصحه مسيو، نخلي لك الكلمه الاخرى. الكلمة الأخرانية يلزم الدولة تحمل مسؤوليتها شوية رقابة، خاطر قاعدين يخدموا بكل حرية. يعني هم على سفرة، واسمع عندنا سنين الأمور تسيبت، صار انفلات في كل شيء. دور الدولة تراقب وتمنع. أنا معالم كيما ناحيتك الانتصاب الفوضوي، أنا نطلب من رجال الأمن باش يمنعوا المسائل هذه. أي إنسان نلقاوه يركب يوقفوا عند حده وخطية وتتفكلوا حتى الموتور. أنا مع منحة منعا باتا. وإذا في إطار قانوني بيان سور الناس الكل خليها تخدم، وإن شاء الله ربي يعين الناس الكل، خاطر أبخيتو هما معناها ناس بطالة ما عندهم ما يخدموا التجؤوا للخدمة هذه. لكن كتكون في إطار قانوني هو يبدأ الشخص اللي بيشيرك بيكون محمي، بيان سور إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. لا وقتها أنت يتعملوا موبيلات، حتى الشكل متاح الموبيلات يكون مأطر ونظيف وقانوني، معناتها تاخذ فيها رخصة ومحمي يحميك. أما مش كيما هكا، فهمت هكا؟ لا هو محمي لا اللي طالع معه محمي. دونك انا بالنسبه ضد هالحكايه هذه 100%. يعطيك صح. عاش بارك الله.